البرنامج الذي اسمه طاش ما طاش، بكل أسف فعلا قد أطاش بعقولهم وأطاش ببصائرهم وأطاش حتى بمسلماتهم هذا البرنامج في الحقيقة منذ سنوات خرجت فتوى من هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ومن معه من العلماء بأنه برنامج يتضمن كثير من المخالفات الشرعية. هذا المسلسل تجاوز حده، تجاوز حده وبلغ أشده في الخبث والضلال، أشده في الخبث والضلال. هذا الاختلاط الذي يدعون له اليوم هو الذي جرى الغرب إلى الفساد والتفسق، ووالله وبالله وتالله لن نسكت عن هذا التغريب، وإنما نؤتى من قبل المرأة وسنجعلها في وجوههم هربا. كثيرا من أهل الباطل الذين يتكلمون في دين الله جل وعلا كثيرا ما يتذرعون بقولهم أن نتكلم في ذواتنا، نتكلم في ذواتنا، نتكلم في الدين، نتكلم في تصرفات خاطئة ونحو ذلك، ولا نتكلم في الدين، أو يقول نحن نستهزئ ولا نقرر أصولا ولا نعلم علما، وهذا لا شك أنه عذر باطل فاسد. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن حال المنافقين الذين قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما رجع من غزوة تبوك، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، وذلك أنهم قصدوا الذوات، ذلك قالوا أن نخوض ونلعب. ولهذا أنزل الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. حينما يتحدث مجموعة أقل ما يشار عليهم شرعا بأنهم من أهل الفسق والذين سقطت مرؤاتهم والذين تلبسوا بزي النساء ومثلوا أدوارا لا تليق بمسلم ولا برجل، ثم يتكلمون في مسائل شرعية تتضمن سخرية بتعدد الزوجات، تتضمن سخرية بما تعلمناه ودرسناه وعلمناه وتلقيناه من علمائنا فيما هو الفصل في عقائدنا والحد دون عقائد غيرنا مع التعايش والاحترام للآخرين ممن لهم عقائد أخرى. للأسف هناك خلط، هناك تصوير، هناك تسطيح، هناك عبث بمثل هذه الأمور. وضعوا لوحة كأنهم في المطار، لوحة اسمها الجمارك الشرعية، ويقفون على المسافرين القادمين إلى المملكة، فواحد كذا واقف معه بشت زي هذا ومركبين له لحية، والثاني أيضا قد ركبوا له لحية، وكل ما جاء مسافر أوقفه وأخذ القلم ويحاول يقيس لحيتك، لا لحيتك قصيرة ما تدخل، انقلع انقلع، وربما أحيانا يركله برجله، والثاني يمسكه، ها أنت لا لحيته لحيته موافقه ادخل. هل المملكة يدخله لله الحمد الملايين للحج والعمرة والسياحة والزيارة، كلهم يعلمون أن هذا غير موجود في المطارات، ولا يوجد أحد كذا يقيس اللحى بالمسطرة ولا يقيسها بالقلم ولا غير ذلك، يعني هذا الكذب الصريح. من المؤسف لما نرى استهزاء بالدين واستهزاء بمظاهر الدين وتهكم وسخرية، يعني لم يجدوا إلا أن يتعدوا على أمر الدين، على الدين بذاته أو على مظهر من مظاهر الدين، وإذا قيل لهم قالوا إنما نحن نتكلم عن أشخاص. سبحان الله، عند المذاهب الأربعة لا يجري الربا في الفلوس المعاصرة. أعود فأقول عند المذاهب الأربعة الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية لا يجري الربا في الفلوس المعاصرة. لما أقول المذاهب الأربعة ترى عدم
نقدية أو عدم ربوية الأوراق النقدية. ليه أيتني بمرجع فقهي في مذهب الحنابلة، في مذهب المالكية، في مذهب الشافعية، في مذهب الحنفية، يقول أن الأوراق النقدية ليست ربوية، لأن الأوراق النقدية قريبة الحدوث، يعني يسخف القول الآخر بهذه الصورة. يعني أرى أنه مو منعي. مثل فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم ببيع 40 من الغنم على أساس أن تسترد بعد سنتين 80. وكذلك فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز الله يرحمه واللجنة الدائمة للإفتاء بجواز بيع متر من القماش بمترين بالأجل، أي يعني بعد سنة. أنا أقول ابن إبراهيم وابن باز الذي احتج الدكتور مساعد بقولهما، ماذا يقولان في الريال بريالين؟ هل يقول الحلال؟ سؤال أطرحه إلى هؤلاء، أقول الشيعة الذين يعرفهم الجميع عندهم من البلايا والخزايا والأمور المضحكة، لما لا تتجرؤون يا أصحاب طاش ما طاش أن تنتقدوهم، ولا تخافون أن يصدر فيكم فتوى بقتلكم أو بنسفكم أو نسأل الله أن يعافي الجميع، تخافون من هذا؟ أنا أجزم بذلك. لما لا تتحكمون على بعض المنحرفين في الصوفية الغلاة؟ ليس الصوفية المعتدلون، إنما الغلاة عندهم من الأمور المضحكة ما الله به عليم. إن أردتم إضحاك الناس، لا، أنتم تستهدفون أهل السنة في هذا البلد بالذات. وحضارته وتقدمه. هذا غير موظف وجه. الله أكبر. والله ما ظل شاب ولا فتاة بسببكم إلا ولكم من ذلك وزر وعذاب، ولتحملن أثقالا مع أثقالكم، فماذا ستقولون في يوم الحساب؟ ستقولون إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ألا ما أقبحه من عذر وما أقبحه من جواب، ألا فتوبوا قبل أن يغلق الباب. أدعو الكل إلى حذف القناة التي تبث هذا البرنامج.